إذا تحدثنا عن ذلك من غير ذكر مثال فإنما نضرب في الخيال، فلهذا احتيج إلى أن يكون لنا مثال بين أيدينا مما يسميه أهل البلاغة بيان الإمكان. وبيان الإمكان يدل على أن نساء هذه الأمة ما عقمنا أن يلدنا الأفذاذ والقادة والمضحين، وأن يلدنا للإنسانية من يتحمل أعباءها ومشكلاتها وينافح ويضحي من أجل الحق ويتصف بصفة الأبوة والحنان الشامل للجميع. وهذه الصفات رأيناها في فضيلة الشيخ رائد صلاح فرج الله عنه وفك أسره وجمع شملنا به، فإنه أب للجميع وحنانه يجده كل من عرفه، وبالأخص أهل فلسطين من المسلمين ومن المسيحيين ومن الكبار ومن الصغار، من أهل أم الفحم ومن أهل بير السبع ومن أهل القدس وغير ذلك، من أهل الضفة ومن أهل 48 ومن أهل غزة، كلهم يحسون بحنانه وأبوته وعطفه وتحمله لأعباء هذه القضية. وهذا الحنان الذي اتصف به الشيخ أهله لأن يكون رمزا من رموز هذه الأمة، ولذلك رأينا فيه من الصبر والتضحية، وأنه تحت كل الظروف ورغم كل الضغط بقي هو هو. فرائد صلاح الذي عرفناه في حال الميسرة هو رائد صلاح الذي عرفناه في حال العسرة، رائد صلاح الذي عرفناه في وقت السراء هو رائد صلاح الذي عرفناه في وقت الضراء، رائد صلاح الذي عرفناه في بين أهله وذويه وإخوانه وأحبابه هو رائد صلاح الذي هو في زنزانة الانفرادية. فهذا النوع هو الذي يستحق أن يكون رمزا ويستحق أن يبرز للأجيال. فيوسف عليه السلام قال له صاحب السجن وهو في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقال له إخوته وهو عزيز في ملكه: إنا نراك من المحسنين. فهو من المحسنين على كل حال سواء كان في السجن أو كان في الإمارة. وقد قال أبو طيب المتنبي في سيف الدولة علي بن أبي الهيج بن حمدان: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. رائد صلاح لا يستجيب للضغوط ولا يجبن ولا يخاف، وفي نفس الوقت لا يستفز ولا يغامر المغامرات ولا يقدم على ما ليس في خطته ومنهجه، فلا يستفزه تصرف الأعداء وانتهاكاتهم لأن يخرج عن منهجه السلمي وعن دعوته المعتدلة وعن خطه الوسطي وعن إنسانيته الراقية وعن أخلاقه الكريمة. فهو يتعامل مع الجميع سواء كان فاهما لحاله، مستوعبا لبرنامجه، ومستوعبا لفكرته، بنفس التعامل الذي يتعامل به مع غيره من الذين لا يستوعبون فكرته ولا يقدرون برنامجه. فهو يعاملهم جميعا بهذا الخلق الرفيع وبهذا الحنان الكريم. ومن المهم جدا أن ندرك أن حاجتنا إلى الرموز الذين يمثلون الأمة هو ضروري في ذكر التعايش مع الآخرين. فالبشر محتاجون إلى التعايش فيما بينهم، ولا بد أن يبرزوا لنا رموزا في التعايش. فالناس الآن يظهرون رموزا في التطرف ونبذ الآخر وفي الإقصاء وغير ذلك، ويجعلونهم كأنهم يمثلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم الذين يمثلون هذه الأمة ماضيها ومستقبلها وواقعها. والواقع خلاف ذلك، فهذه الأمة فيها الرجال الأكفاء الأذكياء العقلاء أصحاب الدين والعقل، أصحاب التدبير والتنظير، أصحاب الأدب والفكر. فكل ذلك جمعه الشيخ رائد صلاح. كذلك من المهمات أن ندرك أن الرموز لا يعيشون لأنفسهم، وأن حياتهم إنما هي لغيرهم. ولذلك قال علال بن عبد الله المغربي رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب
وألهوا بلذات الحياة وأطربوا ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب عندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. إذا سألنا أحد أين الاعتدال والوسطية، أين السلمية، أين التعايش الصحيح الذي ليس فيه انهزام ولا استسلام ولا تفاوض على المسلمات ولا تراجع عن الحق وليس فيه تطرف ولا إقصاء للآخرين، سنقول هذا رمزنا وها هو بين أيديكم، انظروا إلى مواقفه وانظروا إلى حالات الزمان التي تعتريه وانظروا إلى عمله وتضحيته، انظروا إلى مشاريعه التي تبقى بعده مستمرة، انظروا إلى أدائه وإتقانه في مختلف المجالات، انظروا إلى مشاركته في الأدب، مشاركته في الأمور الإنسانية، مشاركته في الأمور الفكرية، مشاركته في المؤتمرات، مشاركته في الأمور الشرعية. فهذه مشاركات هي التي تمثل شخص الشيخ رائد صلاح. هذا الفكر النير الذي لا يحبس ولا يمكن أن ينقطع عن الأمة هو الرمز الذي تلتف حوله جموع الأمة وتسلم إليه اللواء، حتى لو كان حبيسا بين أربعة جدران ولو كان في سنسانة انفرادية ففكره يصل وتنويره يصل ورأيه يصل وهو هو في ذلك الحال، فنحن موقنون أنه ثابت على مبادئه لا يساوم عليها ولا يتراجع عنها قيد أنملة، وأنه أيضا رغم كل الاستفزازات لا يميل عن منهجه ولا يذهب إلى ما ليس مقتنعا به، فقناعته الراسخة بالجهاد السلمي وبذل الجهد ومؤاخاة كل الفلسطينيين وجمعهم على قضيتهم وقضية المسلمين جميعا وقضية الأمة وقضية الأحرار من العالم، وهي تحرير هذا الشعب وتحرير هذه المقدسات وفك هؤلاء الأسرى من الرجال والنساء والأطفال الذين يحكم عليهم بآلاف السنوات من السجون وهم بشر أعمارهم لا تصل إلى معشار ذلك. يفرق في ذلك بين المرأة وأهلها، بين الصبي ووالديه، بين الكبير وأهله، بين المريض وطبيبه. هذه أمور إنسانية تراها الإنسانية كلها وتشاهدها في سجون الاحتلال، والذي يستطيع أن يكون مثالا في التعامل معها هو رائد صلاح، فلا يستسلم للأعداء ولا يقر أي شيء من خططهم وبرامجهم، وأيضا لا يستفزونه ولا يغيرون قناعته ولا منهجه. هذه هي الرمزية الحقيقية، وهذا هو هذا هو الصعب في القيادة، الفن الصعب في القيادة. وقد قال أحد شعراء فلسطين يرثي الإمام الشهيد عز الدين القسام رحمة الله عليه: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. فالزعامة إذا كانت في أوقات الراحة والرخاء والأمن سهلة، كل الناس يمكن أن يتنافسوا عليها، لكنها عندما تكون الطريق مخوفة، عندما تقع المزالق، عندما تقع المشكلات، فللزعامة أهلها وهم الذين يستحقونها ويقدمون فيها ويكونون رموزا لمن وراءهم، أعطي القوس باريها، فهم أهلها وهم قادتها وهم الذين لا يمكن أن ينافسوا عليها لما بذلوا وضحوا وتقدموا بجدارة يعرفها العدو قبل الصديق ويقر بها الجميع. الشيخ رائد صلاح يمثل مدرسة كاملة في الإنسانية وفي الأخلاق وفي الرحمة وفي الحنان وفي الفكر النير المعتدل السوي الوسطي الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، وفي الحفاظ على المقدسات وفي الحفاظ على مسلمات هذه الأمة والحفاظ على ثوابت شرع الله. هذه أمور لا تقبل النقاش لدى القائد الرمزي رائد صلاح،
ولا تقبل حوارا ولا نقاشا، فهي أصول ثابتة. ما سوى ذلك من المصالح الدنيوية ومن الأسس، أسس التعايش، رائد صلاح يمثل فيها هذه الأمة في حنانها وعطفها وبرها ورحمتها بالضعفاء والمساكين والمرضى والمحتاجين، سواء كانوا من المسلمين أو ممن سواهم. فهذه الأمة أنفع أمة للناس، وهي خير أمة أخرجت للناس، أمة الرحمة، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يمثل ذلك حقيقة خلق الشيخ رائد صلاح، وعطفه وحنانه على جميع من يستطيع إيصال النفع إليه. رائد صلاح أيضا رمز من جهة أخرى، وهي جهة الإباء والشمم والنخوة والقناعة، فإنه لا يخضع للجبارين، ولا يبيع ولا يساوم ولا يشتري، ولا يمكن أن يضغط عليه بمال ولا بمكانة ولا بجاه، وليس من الذين يتنازلون عن الحق أو يناقشون فيه أو يوارون الحق بالباطل للمطامع. فهو صاحب عفة في لسانه وصاحب عفة في يده، أمين على المقدسات، ولهذا اشتهر في العالم الإسلامي كله بشيخ الأقصى. إذا أطلق هذا اللقب فأول ما يخطر في ذهن أي إنسان في العالم الشيخ رائد صلاح. ليس هذا ناشئاً عن ميراث ولا عن كبر في السن ولا عن ترميز إعلامي، بل هو ناشئ عن ما وضع الشخص فيه نفسه، كما قال عامر بن الطفيل: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهورة في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. العلاقات العامة مع المؤسسات ومع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية والقانونية في مثل هذه الأمور هي من متطلبات الوصول إلى الحق، ونحن محتاجون إليها، ولا يمكن أن يمثل الأمة في مثل هذه المحافل والمشاهد إلا من هو ملتزم بثوابت الأمة دينا وقيما وأخلاقا، ولا يمكن أن يبرز لها من ليس كفؤا لها. التمسك بالثوابت والحفاظ عليها في أوقات الفتنة كذلك من أهم المهمات وآكدها. هذا كله يمثله الشيخ الرمز القائد صلاح، رائد صلاح حفظه الله وفرج همه ونفس كربه وجمع شملنا به. لذلك نقول للأمة كلها إن هذا الهدي الذي يبرزه هذا الشيخ وهذا النهج الذي يظهره هذا الشيخ هو نهجكم الأصيل ومنهجكم المحمود، وهو يمثلكم جميعا ويمثل تاريخكم وأسلافكم على هذا النهج وعلى التمسك به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين الثبات على الحق، وأن يلهمنا السداد والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأختم هذه الكلمة بالدعاء لهذا المنتدى المبارك الذي قام بهذا الواجب في هذا الملتقى الدولي المبارك الذي يستحق الشيخ رائد مثله، وهو بيان لأننا لا ننسى رموزنا ولا قادتنا، ولا يمكن أن يحال بيننا وبينهم حتى لو وضعوا في أضيق السجون وفي الزنازين الانفرادية، ولو ظلموا بكل أنواع الظلم فإن ذلك لا يمنعنا من الوصول إليهم. وقديما قال جرير بن عطية من خطفة: أستودع الله قوما زينوا حسبي، وإن مرضت فهم أهلي وعوادي، لو سامني الخصف ذو شبلين ذو لبد، ما أسلموني لليث الغابة العادي، إن تجري طير بأمر فيه عافية أو بالفراق فقد أحسنت موزادي. والله يكرمكم ويوفقكم ويسددكم ويتقبل منكم صالح العمل، ويجعل ما قدمتموه خالصا لوجه الله الكريم، ثقيلا في ميزان الحسنات عند الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.